الوطنية للنفط تلوح بإعلان القوة القاهرة وتؤكد انخفاض الإنتاج. الشركة العامة للكهرباء تنهي تنفيذ بعض المشروعات لتحسين وضع الشبكة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهذه النشرة الاقتصادية من قناة ليبيا بانوراما. أكد عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جد الله العكلي انخفاض معدل إنتاج النفط الليبي إلى نحو 615 ألف برميل يوميا. وأوضح في تصريح صحفي الأحد أن توقف الإنتاج من شركة الواحة بسبب صعوبة استمرار العمل في ميناء السدرة، مرجحا إعلان المؤسسة للقوة القاهرة على الميناء في حالة استمرار الاشتباكات في محيط الموانئ. قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة الأحد إن الشركة باشرت في تنفيذ عدد من المشروعات التي ساهمت في رفع القدرة الإنتاجية للتيار الكهربائي، وفي انتظار استكمال العمل في باقي المشاريع التي لن تتجاوز منتصف شهر مايو القادم، وذلك حسب الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك. وأوضح حمزة أن الشركة أعطت كافة الضمانات للمقاولين المشرفين على تجهيز هذه المشاريع، مطالبا المواطنين بالمساهمة في توفير الأمن كي تنجز هذه الأعمال للقضاء على مشكلة التيار الكهربائي. أعلن مجلس الإدارة بمصرف الأمان عودة المنظومة الخاصة بالمصرف إلى العمل مجددا، مؤكدا مباشرة العمل في جميع فروعه حسب الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك. وأوضح المصرف في منشوره نقل فرع المصرف الرئيسي إلى شارع عمر المختار بالقرب من معرض طرابلس الدولي، ونوه المصرف إلى أن حقوق الزبائن محفوظة، منوها في الوقت ذاته إلى أنه يعيد عن أو بعيدا عن جميع المنافسات السياسية والاجتماعية. طالب مدير مكتب صندوق موازنة الأسعار في سرت عبد العالي الجبي طالب وزارة الاقتصاد وبلدية سرت بالإسراع في إجراء صيانة عاجلة وسريعة لمخازن السلع التموينية الموجودة في مدينة سرت التي تعرضت لأضرار متفاوتة جراء الحرب. وقال الجبي في تصريح صحفي إن هناك ترتيبات بين وزارة الاقتصاد ومكتب الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار لتوفير حصص الجمعيات الاستهلاكية من السلع التموينية خلال شهر مايو المقبل. أكد مصدر في مجلس أعيان هراوة انقطاع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت عن شرق سرت في مناطق هراوة والوادي الأحمر حتى النوفلية منذ يوم السبت الماضي لأسباب غير معروفة، مضيفا أنه تم إبلاغ مكتب شركة هاتف ليبيانا للاتصالات أو هاتف ليبيا للاتصالات بالخصوص. وفي سياق آخر قال المصدر إن المناطق شرق مدينة سرت إلى بن جواد تشهد نقصا حادا في الوقود والكيروسين وغاز الطهو منذ أسبوع تقريبا جراء الأزمة في منطقة الهلال النفطي. حذرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة مصراتة من انقطاع إمدادات المياه عن الأحياء السكنية في المدينة بالكامل ولأكثر من أسبوعين. وقال رئيس قسم المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمصراتة محمد أبو حجر في تصريح صحفي إن مشكلة انقطاع المياه عن المنازل ببلدية مصراتة وما جاورها قد تستمر بشكل مؤقت لقرابة الأسبوعين بسبب الصيانة التي تجرى في أعقاب أعمال تخريبية أصابت خطوط المسارات والتوصيلات عبر منظومة مياه النهر الصناعي. عقدت الإدارة العامة لخدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء بمدينة البيضاء اجتماعا تم خلاله استعراض نشاط الإدارة خاصة فيما يتعلق بالإصدارات والإيرادات خلال سنة 2016 ومناقشة خطة عمل السنة الحالية 2017، كما تمت مناقشة كيفية تذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه العمل. وأكد مدير عام إدارة خدمات المستهلكين على ضرورة
البدء بحملة مكثفة من أجل إدخال الأرقام الوطنية للمستهلكين في قواعد بيانات نظم خدمات المستهلكين. توقع ميناء البريغا النفطي البحري وصول 3 ناقلات نفطية إلى ميناء الزويتين النفطي خلال هذا الأسبوع وحسب الصفحة الرسمية للميناء على فيسبوك. وأوضحت الصفحة أن الناقلات هي ناقلة ستحمل ب600,000 برميل من النفط الخام، والثانية تحمل غاز الطهو، والثالثة سفينة تجارية تحمل 22,000 طن من حبوب القمح السائب. أشاد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي بجهود عناصر حرس الحدود وكتيبة ثوار نالوت الذين أحبطوا محاولة لتهريب الوقود من ليبيا إلى تشاد والنيجر وألقوا القبض على المهربين. وقال الهجرسي في تصريح صحفي السبت إن اللجنة بدأت بتنفيذ خطة تستهدف الجنوب الليبي، وهي تشكيل لجنة مشتركة تضم القوة الثالثة وحرس المنشآت النفطية وعناصر من لجنة أزمة الوقود. ولفت الهجرسي إلى أن تهريب الوقود من ليبيا يسد قرابة 40% من احتياج السوق التونسي بحسب تصريحات وزير الاقتصاد التونسي. زاد خام مزيج برنت 12 سنتا مسجلا 52 دولارا و31 سنتا للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو بما يعادل 0.4% مسجلا 49 دولارا و45 سنتا للبرميل حسب رويترز. يستعد البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإطلاق مسابقة لأفضل فكرة مشروع لعام 2017، وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية ضمن مبادرة الاتحاد الأوروبي تهدف لدعم الشباب في إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي. وأعلن البرنامج أنه بإمكان المشاركين الدخول على موقع المسابقة والاطلاع على شروطها عبر الموقع الرسمي للبرنامج، وأنه سيتم منح جوائز مالية للفائزين بأفضل المشاريع. قام رجال مكتب الحرس البلدي أبو سليم الأحد بجولة شملت بعض المحال التجارية والصيدليات، حيث تم خلال الجولة ضبط بعض السلع والأدوية منتهية الصلاحية. وأهاب الجهاز بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر عند شرائهم السلع من المحال التجارية أو الأدوية من الصيدليات والتأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية. وفي خبرنا الأخير، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 13% إلى 1,204.26 دولارات للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 20% إلى 17.13 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 20% إلى 946.66 دولارا للأوقية حسب رويترز. مشاهدينا، وفي الختام تذكير بالعناوين. مؤسسة النفط تلوح بإعلان القوة القاهرة وتؤكد انخفاض الإنتاج. الشركة العامة للكهرباء تنهي تنفيذ بعض المشروعات لتحسين وضع الشبكة. مشاهدينا الأكارم، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار على صفحتنا على فيسبوك قناة ليبيا بانوراما. أشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.